أول شيء نبدأ في الهيدر وفوتر. الهيدر وفوتر يا شباب هو عبارة عن منطقة علوية في الصفحة. لو دخلنا على صفحة نيو بلانك بي دوكيومنت أجين مرة ثانية، في عندك منطقة هنا، مش المنطقة الطبيعية، في منطقة فوق هنا. كيف أدخل عليها؟ من طريق دبل كليك بيدخلك عليها، أو دبل كليك بيطلعك منها. إذا كنت ضغط هنا دبل كليك بيدخلك عليها وهنا بيطلعك منها، أو بستعمل انسرت هيدر اند فوتر، بختار ايديت هيدر بدخلك عليها. تكتب اللي بدك اياه، مثلا مجرد ما دخلت على الهيدر طبعا بيفتح عندك الفوتر ايضا. مجرد ما دخلت على الهيدر كمان بيشتغل عندك اداه جديده اسمها ديزاين، ديزاين هيدر فوتر تول بار. اختار الهيدر من هون. اذا حبيت اغير شكل الهيدر باستخدام اشكال جاهزه، ما حبيت اغير شكل الهيدر، حبيت احذف الهيدر باستخدام ريموف، ما حبيت اغير شكله بكتب الداتا اللي بدي اياها مباشره، بستعمل الكتابه العاديه. الفوتر نفس الشيء، ممكن استعمل اشياء جاهزه من هنا، اضفت لي هنا فوتر في الاسفل. كمان ما حبيت استعمل الفوتر هذا، بروح على فوتر ريموف فوتر، راح يحذف لي الفوتر اللي تحت. في عندي من اكثر الادوات المستخدمه اللي هي بيج نمبر. بيج نمبر عباره عن رقم الصفحه. ما بستعمل التوب والبوتون لانه بيشيل الداتا الموجوده. استعمل كارنت بوزيشن، بختار الشكل اللي بيناسبني، مثلا هذا الشكل الان بيصير هذا الشكل. لو حطيت انتر بيعطيني هذا الشكل، بيج نمبر الصفحه رقم واحد. لو كان عندي صفحه ثانيه، لو عملت صفحه ثانيه مثلا بيطلع عندي بيج نمبر 2، هي الصفحه الثانيه مثلا، فلحاله بيغير لي رقم الصفحه. طبعا الهيدر بيتكرر في كل الصفحات، فكارنت بوزيشن بيعمل لي هذا الخيار. ممكن اعمل فورمات بيج نمبر عشان احدد من وين يبدا، اذا من صفر او اغير الشكل، يصير عندي اي بي سي بدلا من 1 2 3. فورمات بحدد لي هون اي بي سي، اذا حبيت تخليها اي بي سي بدلا من 1 2 3، او لاتيني، هاي لاتيني مثلا، تعمل اوكي بصير عندي بيج 1 او 2 باللاتيني. الشغله الثانيه اللي بعدها باستخدام الديت اند تايم، بقدر اضيف انسرت من ديزاين، انسرت ديت اند تايم، بضيف التاريخ ممكن اخليه هجري او ميلادي بالشكل اللي بدي اياه. اشكال الديت اند تايم هذه كلها اشكال، يعني في ساعه، ساعه مع وقت كذا، بختار الشكل اللي يناسبني. يختار ابديت اوتوماتيكلي، ممكن يحدث تلقائيا، يعني لو فتحتها بكره بتلاقي التاريخ تحدث لبكره. اعمل اوكي بيرجع عندك التاريخ. بحط مسافه مثلا، فيني دوكمنت انفورميشن، بحط صاحب الاوثر اللي هو مؤلف الدوكيومنت هذا، بطلع منه، لاحظ بطل تفاعل هنا، بطلع منه من برا هنا، بضغط على مكان خارج المكان هذا، وبضغط مرة ثانية انتر مثلا إذا حبيت أنقله. في عندي خيارات أخرى، فايل نيم اسم الملف بحط لك إياه، فايل باث مسار الملف، ودوكيومنت تايتل، هاي الأشياء المشهورة. في أشياء أخرى كمان باستخدام كوك بارز فيلدز، بقدر أضيف أشكال من هنا، أشياء من هنا أجربها إذا حبيت. في أشياء مشهورة، لان الشروط اكثر شيء هم اربع اشياء، اوثر وفاين نيم وفاين باث، ثلاث اشياء. البكتشر ممكن تضيف صوره من هنا باستخدام بكتشر، او من النت اذا حبيت، من الجهاز اذا حبيت تضيف صوره معينه. لما تضيف صوره معينه من الجهاز بستعمل الصوره اللي بدي اياها، بصغرها بالحجم المناسب لي عشان احركها بسهوله. بروح بختار من الادوات اللي هي راب تكست، بختار ان فوند اوف تكست، فهي بتسهل عليك انك تحط الصوره وين ما بدك. طبعا هون مجرد ما دخلت عليها بتفتح لك مين؟ نافذة تعديل الصورة، ممكن تغير الصورة إذا حبيت إعداداتها. نرجع على الديزاين اللي هي بتخص الهيدر والفوتر. في عندي جو فوتر بوديك على الفوتر والهيدر، هذه بتتنقل بين السكشن مش مستعملة حاليا. ديفرنت فيرست بيج بشيل لك الصفحة الأولى، وكنت الصفحة الأولى بشيل لك الهيدر من الصفحة الأولى، والصفحة الثانية بيكون موجود فيها الهيدر. ديفرنت اود ايفن بشيل لك، بخلي الصفحات الزوجية غير الفردية، اود يعني زوجي، فردي، وايفن يعني زوجي. ممكن تحدد حجم الهيدر باستخدام هذه المنطقة كم، والفوتر كم باستخدام هذه المنطقة. للخروج من الهيدر بستعمل كلوز، هاي الهيدر والفوتر. بالنسبة للتكست بوكس بستعمل انسرت تكست بوكس. في أكثر من طريقة لعمل تكست بوكس، ممكن تستخدم سمبل تكست بوكس أو تستعمل درو تكست بوكس، وبرسم مربع النص. مربع النص عبارة عن نص بيسهل عليك انك كتابة النص وين ما بدك. هذا النص بتحكم فيه زي ما بتحكم بأي خط عادي، وخطوط وكل شيء، حتى في أشياء إضافية اللي هي ممكن تتحكم فيها باستخدام أدوات اللي هون. تمام؟
ممكن كمان تعمل ممكن تخفي خلفية النص، هذا النص له خلفية باستخدام شيب فيل، تخليه نو فيل، أو تخلي تحط له خلفية لون باستخدام نو أوت لاين، بيشيل لك الأوت لاين. هذا النص ممكن تحطه بأي مكان في حتى في الهيدر، تحطه فوق الهيدر، بس الهيدر بيختلف إنه بيكون مبين زي الجري الرمادي، لكن في الطباعة الهيدر بيبين طبيعي ما في مشكلة فيه. نرجع على على التكست بوكس، هذا في عندي أداة بقدر أغير النص زي ما حكينا، وبقدر أغير اتجاه النص إذا حبيت من هون تخليه مثلا بالشكل هذا أفقي عمودي، وأيضا تقدر تغير الشكل اللي هو حيط المربع. لو كنا حاطين إطار بس تعمل edit shape مش insert shape من هون، edit shape change shape بيغير لك الشكل المستخدم في النص هذا، مثلا غيرته إلى غيمة ممكن يغير لك إياه الغيمة مباشرة، بصير شكله عبارة عن شكل من الأشكال اللي نضيفها في السابق كنا. الملاحظة الثانية، ممكن تضيف أنت من insert، أنت خارج الهيدر، إحنا حاليا خارج الهيدر، ممكن تضيف رقم الصفحة في أي مكان في الصفحة بدون استعمال الهيدر فوتر، بدون استعمال الهيدر فوتر. يعني أنت واقف هنا بقدر أضيف بيج نمبر، كانت بي بوزيشن، أضيف مثلا رقم الصفحة في المكان الحالي، لاحظ رقم الصفحة اللي قبل موجود هنا. بقدر أضيف أيضا تاريخ ووقت، تاريخ ووقت الحالي أنا واقف فيه، أتأكد الماوس موجودة عشان إيش أتأكد وين شغلي. هاي الوقت مثلا بضيف الوقت اللي بدي إياه. شغلة أخرى، في عندي شيء اسمه وورد آرت. وورد آرت عبارة عن شيء مخصص بيشبه المربع نص كمان، لكن هو مخصص للنصوص فقط. كتبت كده بيجيك انه بدون اطار، بريحك من موضوع مربع النص. مثلا وورد هذا كمان نفس الشيء، لو انا حركته ممكن احركه واستخدمه في الطريقه هذه، لاحظ انه ما له خلفيه وما له اطار، فهذا مسهل عليك الموضوع. ولكن في ميزه حلوه في الفورمات، نفس التنسيقات القديمه اللي استعملناها، ممكن استعمل شيء اسمه افكتس في هذا، اشكال كانت قديمه مستخدمه اللي هي التفاف بالشكل هذا، كانوا يستعملوها زمان اللي بتذكر في عندك هنا التأثيرات نفسها موجودة، ولكن هذه التأثيرات الجديدة ما كانت موجودة في الصور. ممكن نستعمل التأثيرات هذه من فورمات دروينج، فورمات نفس الشكل اللي انت اول شيء ادرجنا مرة ثانية، ما انتبه ادرجنا احنا وورد ارت واستعملنا ديزاين داخلها في فورمات من هون في فيكس ترانسفورم. الموضوع اللي بعده يطلع برا هذا الشكل، اكد انك انت دائما عشان تسوي اي شيء عشان ما يخرب عليك اطلع برا الاشكال اللي انت عاملها، بتفعل عندك كل الخيارات. فالان انت مثلا هنا وقفنا هنا فعلت عندي كل الخيارات. في عندي شيء مهم جدا اسمه دروب كاب. دروب كاب لو كان عندك نص انت مثلا نص في الشكل هذا، فرضا هذا دروب كاب عندك، عندنا نص الشكل هذا، بدي احط اول حرف. اذا لاحظت في مرات بيكون عندك نص كبير زي هيك، بدي احط اول حرف كابيتال، مش كابيتال، بحط اول حرف كبير زي مثل مجلات، بحدد اول حرف وبروح انسرت دروب كاب، لو اخترت دروبت بيجيك اول حرف كبير زي هيك، وان مارجن بيجيك كبير لكن ما بخلي النص يلتف حواليه، في فرق بيناتهم بسيط. هذا دروبت حبيت تشيله نان ما بحذفه بس بصغره، حبيت تضيفه دروبت. في عندك هون اوبشنز، الخيارات نفسها دروبت وان مارجن نفسهم. في عندك خيار جديد ممكن تغير حالة خط الحرف، بس الخط اللي انت مختاره يتغير يصير خط نوع ثاني، بس خط الحرف الوحيد يصير خط نوع مثلا مختلف عن اللي موجود كان قبل. وكذلك لو رحت على دروب اوبشنز، في عندك هون بتحدد كم سطر، هنا عندك 1 2 3 ممكن تخليهم 4 مثلا، سيغطي 4. وكذلك ايضا في عندك هنا كم مسافه بين الحرف الدروبت هذا والنص اللي هون، ممكن تزود المسافه تخليها مثلا سنتيمتر واحد، تصير المسافه بعيده شوي. ممكن تكبرها من الزاويه هون بس بتكون الارقام مش واضحه، بس تكبر من هون بتغير عندك تلقائيا، هون صارت 6. فانت تفضل تستعمل هذه الطريقه،
تشيله نهائيا تختار نان بيلتغي عندك. الشغلة اللي بعدها يا شباب انسرت الان لو طلعنا برا هذا في عندنا سيمبلز رموز. بدك تضيف رموز انت ممكن تضيف من رموز هون في عندك مورس في رموز مستخدمه كثير اخيرا وفي مور سيمبلز رموز اضافيه. طبعا لاحظ انه في رموز عندنا مشهوره زي مثل ات او تريد مارك هذه ات موجوده وفي تي ام في حرف السي كبرايت وريجسترت هاي من اكثر الاشياء مشهوره وفي واحده اسمها تي ام بتكون موجوده فوق كلهم الموجودين في اول واحد اللي هو لو غيرت الخط اللي هون بيتغير عندك الرموز. من اشهر الرموز المستخدمه في رموز عربيه ترى ممكن يكون فيها كلمات عربيه وفي رموز فيها اشكال مثل دبليو لو وينجدينجز في حرف في رمز اسمه وينجدينجز بعطيك اشكال بالشكل هذا. كيف ادرج الرمز انا؟ بس بضغط انسرت بدرج الرمز كل رمز بندرج عندك مجرد ما تضغط انسرت او تعمل دبل كليك نقل مزدوج بدرج لك اياه الرمز اللي بدك اياه. لو غيرت الخط بتغير عندك الرموز. هذا الرمز بتعامل معه الوورد كانه حرف يعني بقدر اكبره زي هيك مثل هيك بقدر اغير واحد منهم لون احمر كانه حرف تماما يعني احط خلفيه اعمل له بولد كانك حرف تتعامل مع حرف. شو بتعمل بالحرف انت بتتعامل معه بالطريقه هذه تدرج من السيمبلز. من اشهر الرموز المستخدمه حط قوس بقدر اطلعهم ار وسكر القوس يصير عندك حرف الار اللي هو علامه مسجله وكذلك قوس سي وسكر القوس لحاله بتحول الى سي الى كابي رايت نسخه حقوق النسخ وتي قوس تي ام تريد مارك علامه تجاريه. هذول اشهر الرموز المستخدمه ممكن يجي عليها اسئله لانها مشهورات سهلات. الشغله اللي بعدها يا شباب ايكويشن معادله. كيف نعمل معادله احنا رياضية باستخدام هذه المعادلات هون. أول شيء مشان أدخل على المعادلات بروح أول شيء مكان فاضي عشان ما أخرب أموري. بروح insert equation insert new equation. بعطيني نافذة جديدة اسمها design equation toolbar بقدر أستخدم هذول اللي هون كلهم باستخدام الإيكويشن. في طريقة سهلة بدك تكتب معادلة معينة مثلا في السؤال عندي هون في عندي إيكويشن بالشكل هذا. كيف أطلع الإيكويشن هذه؟ اكتبها في اكثر من طريقه. الطريقه الاولى تدخل هنا وتكتب كتابه في هون اداه اسمها انك ايكويشن كتابه سهل عليك الموضوع. اذا انت بتعرف تكتب مضبوط حط قوس اكس بس اصبر عليه شوي لحاله بيظبط لك الامور يعني ممكن تكتب وبعدين يظبط لك الامور. هي ظبط لي اياها اس ان اتاكد هون شو شغلي يساوي سيجما ممكن اكتبها كتابة واريح حالي من الموضوع هذا. إذا ما عجبك في خطأت بشيء معين ممكن أعدله من هون وأرجع أكتبه هيك. هذا مثلا إن مش مبين كثير هاي نتعدل إكس بالماوس أنا بستعمل ما عندي لا باد ولا شيء. بس كن حذر بالكتابة على أساس إنه يمشي معك الموضوع. صغر الخطوط اللي تكون بالأس هيك. أنا كتبنا نفس المعادلة insert المعادلة كلها انضافت في الصفحة هذه. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية طبعا هذا المعادلة اللي هون ممكن تغير حجمه أنت باستخدام تصوير الخط. الطريقة الثانية تكتب معادلة أنت ممكن تعمل insert
equation انست نيو equation. ترى هي معادلة أصلا موجودة هون ترى علمك، يعني هذه المعادلة موجودة هنا مشهورة يعني، أنا بس عملت كتبتها لحالي بدون معادلة، ممكن يجي معادلة مش موجودة في المعادلات المشهورة. ممكن أكتب الكتاب كيف بطلع هنا شو عندي قوسين إكس زائد بي، بطلع هون المستخدم هون فيه بقدر أستعمل أشياء مثل بالشكل هاي، بدي قوس داخله شو بدي أعمل، بدي إكس زائد بكتب كتابة إكس زائد إيه، بدي أحط إس إن، مشكلتنا بالإس إن هي لأن ما عملناها قبل، برجع بحذفه مرة ثانية إنسيرت إكويشن نيو إكويشن، بقول له بدي أعمل أس وبستعمل هون أس، بقول له حط لي الآن هون قوس إكس زائد A، سكر قوس اطلع الأس هون إن، انزل تحت نكب الخط يساوي سيجما، الآن عندك داخل هنا في عندي ديزاين في سيجما، وين سيجما هي هنا، اختار الشكل المناسب لهذا الشكل، طبعا هذا الشكل هو المناسب مش هذا، اخترنا سيجما بكتب هنا ان ولا لا نختار شكل ثاني، لا هو نفسه ان، في عندك هون تي تساوي زيرو قوس ان، القوس هذا ممكن تضيف انت شيء معين فيه، بده الشكل هذا، في عندك اقواس هنا، في عندك الشكل هذا تحت هذا هو الشكل، حط هون ان، حط هون تحت كي، وبستعمل اكس بكتبه كتابة، لا بس قبل ما استعمله بستعمل هذا فاكتور، حط هون اكس كي، بنزل تحت مرة ثانية وبستعمل مرة ثانية كمان هذا الشكل، بيسهل عليك الشغل هذا انك انت تخلص الامور بسرعة، ان ناقص كي، هذا الشكل هذا اللي هون نفس اللي هون، حتى لو اختلف هو نفس المعادلة، الأصل تكون هي بشكل مساوي لنا لأنها نفس الشيء ولكن اختلاف بسيط. هيك خلصنا الـ equation والـ symbol header footer page number والـ word art textbooks والـ drop cap. أيوة ننتقل لنافذة ثانية اسمها page design. خلينا نخلص تسجيل بعدين نطلع بريك شباب، خلينا مع بعض هاي زبط الامور. هاي بلانك بيج صفحه فاضيه. طيب الان في عندنا يا شباب ديزاين، ممكن تغير الثيم للصفحه كامله، لاحظ هنا في عندك نص وكذا، من هنا ممكن تغير شكل الصفحة وألوانها باستخدام، لو كان في صور خلفيات باستخدام الثيم اللي هون، يعني بغير لك بعض الألوان وتختار من هنا، طبعا بعد ما تختار الثيم تختار من هون الأشكال اللي بدك إياها، ممكن تغير تايتل إذا في عنوان أو في شيء يتغير عندك، تصاميم وألوان خاصة مين عناوين إذا كان في عندك عنوان، ممكن تغير كمان الكلر الألوان المستخدمة عندك. احنا معنا الوان كثير هم مستخدمه فمش مبين عندك الموضوع تاثيره، في خطوط بتلاحظ بتغير عندك الخط اليمين يسار كذا اكبر اصغر باستخدام هذه الميزات، لكن مش مستخدمه كثيرا، حتى الفونت ممكن استعملها، هاي اللي هو مش مهمه. نيجي على الووتر مارك، الووتر مارك او بلاش ووتر مارك، بيج كلر، البيج كلر عباره عن خلفيه الصفحه، بغير لك لون خلفية الصفحة باستخدام البيج كلر، ممكن تغير نو كلر ترجع زي ما هي كانت وتروح تختار خلفية، أو تروح تختار فيل افكتس تأثيرات خارجية، عفوا تأثيرات تعبئة، ممكن اختار من هنا شكل مناسب، أو اختار كمان جريدينت تدرج لوني، اختار اللون لون واحد أو لونين شو تدرجين، يعني الأوبشنز هذه ممكن تلعب فيها هذه الأوبشنز، وممكن كمان تحط صورة
من بيكتشر، تختار سيلكت بيكتشر، تختار الصورة اللي بدك اياها. اذا كان من جهاز بستعمل ورك اوف لاين، فروم فايل، تختار براوز، بفتح الجهاز وبنزل الصورة اللي بدي اياها. مثلا هاي صورة لابتوب، حطه كده فرضا. بدك تشيل كل الموضوع هذا، تختار نو كلر وتريح حالك. هاي مثلا خلفية على السريع. بدنا ووتر مارك. ووتر مارك عبارة عن علامة مائية بسموها، يعني انت بتحط كلام في الوسط يطلع عندك كونفيدنتال، سري او لا تنسخ او مسودة. كيف اغير عليها هذه؟ بستعمل، بدي اشيلها اول شيء بختار ريموف، اشيل لي اياها. طبعا هذا الحكي بتطبق على مين؟ على كل الصفحات يا شباب، مش على صفحة واحدة. كل هذا الحكي بتطبق على كل الصفحات. اذا بتطبقوا على صفحة واحدة هذا بتدخل في موضوع السكشنز اللي حكينا عنه، اللي هو متقدم يعتبر. بختار الان كاستم ووتر مارك مشان اعدل اللي بدي اياه. مثلا بدي احط كلمه اخرى غير كونفدنتال، بدي احط مثلا اي اي يو، واختار كمان، ممكن تحط صوره اذا حبيت، واختار كمان نوع خط اخر اذا حبيت تغير نوع الخط، واختار حجم الخط بدي اياه شيء معين، بدي اختار لون، اللون بدي اياه احمر، بدك اياه افقي ولا عمودي. عملنا تطبيق زي هيك طلع لي افقي قطري، وهيك عندي افقي. الحجم ما عجبك اللي تكبره اكثر، ممكن تكبره باستخدام الخيارات اللي هون. تمام، فممكن تعمل هذا الحكي باستخدام هذه الطريقه. اذا عم تبكيش اياه ما بدك اياه مثلا يكون شفاف، بستعمل هذا الخط يطلع بطل يكون شفاف. هذه الخيارات. حبيت تضيف صوره بدالها، مره ثانيه بختار كاستم ووتر مارك، بختار سيلكت بيكتشر، بختار صوره من الجهاز، كانسل، تشيلك نهائيا، بختار ريموف. اخر شيء في عندك بيج بوردر، اطار الصفحه، بختار بيج بوردر من هنا. هاي الاطارات تشبه الاطارات اللي اخذناها قبل، ممكن اختار من هنا الشكل اللي بدي اياه للصفحه. لو عملت اوكي راح يطبق على كل الصفحات، عندك على صفحه واحده كمان ندخل موضوع السكشن. بدي اغير اللون اخذناه قبل، بدي اغير الويدث العرض اللي اخذناه من هون، بعمل اوكي. بدي احط اشكال جاهزه، في اضافه جديده هي اشكال، الاشكال اللي هون الجاهزه باستخدام هذه الاشكال. في مثلا ممكن تحط اي شكل بدك اياه، في تصاميم جاهزه موجوده عندك هون استخدمها. مثلا هذا الشكل بيجي بس فقط فوق، اما هذا بيجي على كل الصفحه. اختار الشكل اللي بناسبك باستخدام الارت اللي هون، هذه كانت مش موجوده قبل في الاطارات العاديه لكن موجوده هون. هذا بالنسبه للديزاين، خلصناه تقريبا كله، ركزنا على هاي المنطقة. بالنسبة للي اوت، اللي اوت في عندك لي مارجن، اورينتيشن، سايز، وكولوم. في اربع اشياء مهمات. اول شيء المارجن، المارجن اللي هو الهامش، الهامش من عند النص لهون، هاي بسموه هامش، من هون لهون. فلو رحت على المارجن، لو عملت نارو ضيق بصير عندك النص قريب على اطار الصفحة. طب شو الارقام الموجودة هون؟ هاي الارقام هي كم تمثل كل واحدة. هنا من فوق بدي 1.27 سنتي، 1.27 وهكذا. بدك اياه واسع بختار وايد. بدي اغير حجم اللي بدي اياه كاستم، بختار بحط الرقم بدي اياه هون بالسنتيمتر. طبعا هون حاطين لك اياه لانك انت مختار نظام من اول سنتيمتر. في عندي توب، بوتن، ليفت، رايت. يجيك سؤال بالعاده انه يحط رقم معين في هذه المارجن. بالنسبه لاتجاه الصفحه، اورينتيشن، في عندي صفحات افقيه عموديه طبيعيه او لاندسكيب تكون عرضيه بالشكل هذا. لو صغرت شوي يبين عندك الشكل اوضح. بورتريت او لاندسكيب. بالنسبه للسايز هو حجم الصفحه، صفحه طبيعيه بسموها A4 او لتر، بتكون بتستخدم الثنتين او A4. شو تمثل A4؟ 21 سم 21 ملتبلاي باي 29.7. لو بدك تحط انت تشوف انواع ثانيه A5 او F3 وكذا موجودين هنا، لكن في انواع اخرى اضافيه موجوده هنا، او بتحط انت اذا انك عارف حجم الصفحه المناسبه لك. طبعا ما بقدر انا اطبع صفحه حجم كبير كثير وعندي اصلا طابعه ما تطبع هذا الموضوع. هذا بخص الطباعه اكثر شيء اذا كنت انت مهتم في الطباعه. فـ A4 هو الطبيعي اللي هو الصفحات العاديه عندك. بالنسبه للنصوص، مثلا هذا النص ممكن اقسمه على ايش؟ على كولومز بسموها. بتلاحظ المجلات والجرائد يكون عندهم اعمده بسموها. ممكن احط اقسمه على عمودين باستخدام هذه الطريقه او ثلاث اعمده. ليش هذا الحكي؟ بسهل القراءه. يسهل موضوع القراءة
بستعمل انا بحدد النص كله. لازم تحدد اول شيء، لازم تحدد، ما بيطبخ على كل شيء. بختار كم كولوم بدي اياه، بدي اياه ليفت بسموه الشكل هذا ليفت، ورايت بسموه الشكل هذا رايت. ممكن اروح على المور كولومز واختار هذه الخيارات نفسها موجوده هنا، بختار كم عمود بدي، بدك اربعه مثل مش موجود اربعه هون قبل، فاذا اخليهم اربعه. هون بعطيك المسافه بين كل عمود وعمود، مسافه بينهم تحدد انت هون كم المسافه بين عمود وعمود، ممكن تكبرها او تصغرها، وكم عرض العمود. اول عمود اعطاني اياه كبير شوي لانه في دبليو هذه موجوده هنا، ممكن تصغرها شوي مثلا اذا حبيت، ممكن اصغر لك اياها، اصغر لك المنطقه هذه. فكل اوبشنز هنا موجوده بتخص اللي هون. اخر شيء ريفيو تولز، اعطيك اداه الريفيو المراجعه. في عندي اداه اسمها ريفيو موجوده هنا، هيها ريفيو. في عندي سبيل تشيك اللي هي البحث عن الاخطاء الاملائيه، وفي عندي كيف تختار الخطا وتصلحه، كيف بختارها. عندك هون بالريفيو، في عندي هون سبيلنج. مجرد ما عملت سبيلنج لحاله او ضغط اف 7 مره ثانيه، اف 7 على الكيبورد بيشغل لك السبيلنج اند جرامر، بصير يطلع لك الاخطاء، بقول لك هذا الجمله خطا مثلا، شو بتحب تعدلها اوردر ولا كذا. اذا حبيت تعدلها بتختار الخطا، بتعدل مباشره التعديل عفوا. ما عجبك اعمل تراجع، تجاهل، في تجاهل مره واحده يعني تجاهل هذه الكلمه، روح الكلمه اللي بعدها، تجاهل كله. في حل لو قلت كلمه نفس الخطا نفسه هذا، تجاهل كله يعني هذا الخطا خلاص. انا لو اجاك مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه اتجاهله بشكل كامل. اما اد تو ديكشنري يعني ضيف لي على القاموس هذه الكلمه انا متاكد منها، او اسمي مثلا زي من اسماء اسمك انت تكون ضايفه بعد فكره خطا، اختار اد تو ديكشنري فبضيف لك اياه على القاموس. لو عملت تجاهل الكل او تجاهل لمره واحده، اجاني على هذه في خطا مثلا، تجاهل الكل وهكذا بنقول لك على اللي بعده. طبعا هون طبيعه الخطا، هذا قال لك جرامر اجنور، هذا التهجئة، بعطيك هنا اسم الخطأ. إذا كان في كلمة مكررة مثلا يعني حاط هنا يو يو مرتين، راح يقول لك في كلمة مكررة عندك. نكمل. Ignore once. خلص، عيد مرة ثانية. ما انتبه، ما لقى الخطأ. طيب نشوف شو بيصير عندك هون. الان لقى الخطا مع اني غيرتها، لكن عاده لو كان في مكرر بيلاقي الخطا هذا. ممكن تروح على الاوبشنز بروفينج تشوف موضوع الاستثناءات من عند اوبشنز بروفينج اكسبشنز فايل اوبشنز بروفينج. لاحظ هنا في عندك ايش يتجاهل لك الكابيتال لتر كذا، في عندك خيارات مخصصه اذا في عندك كلمه مكرره ينبه لك عليها ولا لا. في هذه الخيارات تخص اللي بسموها كوركتنج سبلينج. ممكن تشوف القاموس عندك، شوف في عندك كلمات مضيفه في القاموس ممكن تشوفها. الوورد كاونت كم عدد الكلمات، تلاحظ انت عندك هنا يا شباب في عندك عداد عندك كم كلمة، في عندك هنا word count كنت تضغط على هذه يعطيك كم كلمة عندك، كم صفحة، كم كلمة مع فراغات بدون فراغات، كم فقرة، كم سطر، باستخدام النقر على هذه ننقل على الكلمات اللي هون. smart lookup ممكن يبحث لك عن كلمات في الانترنت مباشره باستخدام سمارت لوك اب. لو قلت له مثلا عن كلمه معينه رايت كليك سمارت لوك اب يبحث لك عن هذا الموقع او هذا المعلم التاريخي ويعطيك اياه على اليمين. طبعا لازم يكون عندك انترنت شغال. الترجمه كمان ممكن تعمل رايت كليك على كلمه معينه
في عندك خيار اسمه ترانسليت بدل سمارت لوك اب، بترجم لك كلمه معينه. طبعا لازم تحدد اللغه من كذا لكذا، لازم يكون عندك نت شغال. لما تعمل ترجمه في عندك مثلا، والله اصلا هذيك الريفيو، في عندك هنا هذا معمول لو انت بتتعب رايت كليك، في عندك هنا سمارت لوك اب، ابحث لك عنها في الانترنت اذا كانت معلم او شيء. وفي عندك ترانسليت ترجمه، تحدد اللغة اللي بدك إياها، ممكن تغير اللغة إذا بدك، وتغير اللغة اللي هون. في عندك هون Translate Selection Translate Document، ممكن ترجم لك الدوكيومنت كاملة، يعني نفس الخيارات في عندك هون، ممكن ترجم تو من كذا لكذا، من وين العربي مثلا، نقول له مثلا حوله إلى عربي، ترجم لك الجملة كاملة، المستند كامل. طلع لي اياه هنا بشكل مستند ثاني مترجم، يعني الخيارات الاضافيه اللي كانت مش موجوده في السابق هذه. ثيسورس عباره عن اقتراحات بعطيك اياها للكلمه اللي انت بتحددها. مثلا لو حددت كلمه معينه مثلا بوتوم، عملت رايت كليك ثيسورس او عملت ريفيو، كتبت هذا الخيار، بعطيه شو يمثل بوتوم، مرادفات يعني بوتوم يعني تحت اسفل، فلوست او قاع نفس الشيء، فوت كذا، بعطيك مرادفات لهذه الكلمه. بس هذه سهله ترجمه، والسمارت لوك اب حكينا عنه. التراكنج تشينجز من اصعب الاشياء او اللي ممكن تعتبر صعبات شوي، اللي هي تتبع التغييرات. مثلا انت لو ارسلت ملف يا شباب لواحد شخص معين وحاب يراجع الملف هذا، نفترض اختبار المتر، الدكتور ارسله لي مثلا قال لي راجع الاختبار هذا ولقيت فيه خطا، شو ممكن اعمل؟ الان الطرق المستخدمه حاليا في الوورد، في طريقه حلوه يسموها تراك تشينجز من ريفيو، عندك تراك تشينجز، بشغل تراك تشينجز من هنا، هيك شغلتها شغلها. الان شو بسوي انا؟ مثلا بدي اغير بوتوم، بدي احط مثلا لور فرضا، مش عاجبتني هذه الكلمه، بحددها زي هيك، بعمل ديليت. طبعا انت ممكن ما يطلع عندك هذا الشكل لانه كنت انا مختار خيار من هنا، بعمل ديليت، بعطيك خط بضل الكلمه موجوده، وبكتب هنا لور مثلا. شو معنى هذا الحكي؟ انا حذفتها، ما تحذف الكلمه، حذفتها وحطيت بدل الكلمه هذه. طيب لقيت خطا مثلا، بدل ذا بدي احط ذس، فرضا خطا كتابي، بحط ال اس، عدلته فلحاله ايش؟ عدل لي اياه، حط لي اياه، شطرها، وهكذا بضلني اغير مثل ما بدي. بس اخلص الان، كيف يظهر عنده التعليق هذا؟ طبعا بحب اعمل سيف، وصل عنده التعليق زي ما انا عامله هنا. قبل هذا الحكي في عندك هنا ممكن تختار يسموها طرق العرض، بدك اياها مع الملاحظات ولا بدون ملاحظات، اختار يعني هو كيف تشوفها مع التغييرات اللي غيرها الشخص، ولا كل الجملة الأصلية اللي كانت بوتوم. يعني هنا احنا مسجلين الآن، في تسجيل يعني، هنا نو مارك اب ولا اوريجينال الملف الأصلي، ولا مع الثنتين مع بعض. بدك اياه يظهر لك التعديلات كيف بدك اياه، كشو ريفيجن ان بالونز، بدك اياه يقول لك انه والله معاذ عدل حذف الكلمة الفلانية وحطها كذا بالوقت الفلاني، وكذلك الكلمة هذه يعمل كذا فيها، بس يعطيك هون ملاحظات أحسن إنه مين الشخص اللي عمل التعديل. ممكن تودي الشيء الملف هذا لأكثر من واحد ترى، يعني ممكن تودي لواحد معاذ وعبد الله وسعيد، كل واحد يحط تعليقاته ويطلع اسمه هنا، هذا الاسم بيظهر لكم من الأوفيس نفسه، ما تكتبه أنت، فأي الشخص اللي سوى عليه تعديل بيطلع اسمه هنا. المراجعات ممكن ريفيو بانل، هاي ريفيو بانل هذا المراجعات اللي صارت، يعني يقول لك هون في بوتون لور ذا كذا، هل انت عملته، شو كتبت انت، كتبت ذا ذيس
عملت هنا حذفتها ديليتد الكلمه هذه، دخلت الكلمه هذه، كل شيء عملته ذكر هنا. هذا من هنا ملاحظات على السريع، شو انت ممكن تضغط عليها تشوف مين الشخص اللي عدلها. الان وصل الشخص للطرف الاصلي اللي هو ارسل لنا، كيف بده يحفظ هذا الشغل او يرفض او يستقبل هذا الشغل؟ يعني قال لك توب لور اوكي بدي اعدلها ماشي عاجبني، وشو بيسوي؟ بيختار من هنا accept and move to next، اقبل لي هذا الخطأ روح اللي بعده. لو قبلته خلص تغير الآن مباشرة للور وراح اللي بعدها. ما بدي هذه تعدل، بقول له مثلا بقول له reject reject and move to next، رفض لي اياه، اجي هون مرة ثانية خلاص قلت له accept، وافق لي عليه بشكل نهائي، هذا accept بشكل نهائي، عدل لي صار لونه اسود وانتهى الموضوع. الآن لو قلت له مثلا في شيء خلاص ما في شيء عنده، اقول له مثلا ريجكت تشينجز، خلاص الان افضل يعني في عندك خيار اسمه اكسبت، روح الثاني بس ما يظله احمر، لكن اكسبت ذس تشينج خلاص بيقبل بشكل نهائي وارفض هذا التغيير، برفض بشكل نهائي. اما ريجكت اول تشينجز ارفض لكل التغييرات اللي سويتها، ريجكت اول تشينجز وخلاص بطل، بوقف ستوب تراك، بوقف لك هذه ما حدا يصلح خلاص. هذا نفس الشيء، اقبل كل التغييرات اللي ارسلها معاذ ووقف لي هنا، اقبل ووقف التراكنج، بس تخلص انت ممكن تختار هذه بوقف لك هذا، او تروح من هنا مره ثانيه تلغي التراكنج خلاص الان ما في تتبع. لو عمل ديليت الان شو بيسوي؟ مثلا عملت ديليت شيء معين خلاص بطل يطلع علامه انه في تحديد، خلاص صار عادي طبيعي. فهاي بتحدد انه يشغله طبيعي ولا يصير تتبع بسموه. هاي مجموعه الاشياء اللي هنا تتبع وما بدك اياه حدا يصححه، ممكن تعمل هذا انه ما حدا يعدل عليه نهائي، ما حد يعمل تراكنج اصلا، مش حدا يعدل عليه، ما حد يعمل تراكنج. فممكن تعمل تراك تشغله، ممكن تطفيه من هنا. مقارنة الملفات، ممكن اعمل مقارنة، في عندي ملفين وورد، واحد مثلا هذا ملف فرضا انا عامله، وفي ملف ثاني مش عارف شو الفرق بيناتهم مثلا، او انا عامل ملفين، انا عملت ملفين هنا قبل شويه، شوف هنا عملت ملف اسمه هاي معاد وهلو معاد، لو فتحتهم هيك هذا دخلت فيه هاي معاد، هذا شو اسمه؟ هلو معاد. ممكن باي ملف من الملفات حتى لو فاتح هذا، بروح على نفس المكان ريفيو، في عندي كومبير كومبير كومبير، بختار كومبير تو فيرجن اوف دوكيمنت، بختار اول واحده بقول له اوبن، بفتح لي الملف اللي انا الديسكتوب انا حاطه، بدي اقارن هاي معاذ هنا، اعمل اوبن، بختار هنا كمان ديسكتوب، بختار اون هلو معاذ، صار عندي من تقارب الملفين، بعمل اوبن، افتح لي نافذه جديده بقول لي هذا هاي معاد في الجمله، جمل الفقرات هذه، وهذا في داخله هذا، شو الفرق بيناتهم؟ بقول لك في من يعني هذا الاصل وهذا الجديد، اعتبره الثاني اعتبره الجديد، الاول اعتبره الاصل، فالاصل غيرنا فيه صار في هذا، يعني ممكن تقارن لحاله نفس الوورد يقارن لك بين ثنتين. لاحظ لما اخترنا هون قال لك اوريجينال دوكيمنت ريفايز دوكيمنت، فرضا انت عامل ملفين فرضا، بدك تشوف شو الفرق بين المراجع والاصلي، بعطيك انه هذا صار هيك وهذا صار هيك، انه هذا تم مراجعته تعديل تم فيه هو هذا، هو هذا بسموه كومبير. نيجي على فيو جروب، فيو جروب من يعني من الاشياء الاساسيه في قفل هذه في الوورد. في عندك هون فيو، في عندك سموها فيوينج اوبشنز، ريد مود اللي هو شكل القراءه، بدي اقرا هل مسموح لي اعدل فيه؟ حاليا لا مش مسموح، انت هون جاي تقرا فقط، بدي اعدل برجع بعمل اسكيب هروب بزر اسكيب، او ممكن اروح من هون فيو بختار ايديت دوكيومنت مره ثانيه بودينا عليه. الطبيعي عندك برنت لي اوت، دائما هذا مكان التعديل الطبيعي،
صيغة الطباعة بسموه، أو اللي أوت اللي هو مخطط الطباعة. ويب لي أوت كيف شكل الصفحة لو كانت عبارة عن صفحة نت؟ بتروح عندك الهوامش، بتروح عندك تصاميم معينة، في أشياء تختفي. فممكن أحفظ هذه الصفحة كصفحة نت عندك، يعني ممكن أعمل سيف أز براوز، في عندك هون إيش ويب بيج، وأعمل سيف. ممكن أحول لك إياها ل HTML كود زي ما حكينا باستخدام هذا الخيار، بدل ما تستعمل تكست نوت باد بستعمل هذا. في عندي خيار اسمه Outline، Outline بيمح لك التنسيقات والصور وكل شيء، بحط لك اياها كنقاط. في لها تعريف هون في الكتاب، This mode helps you organize your thoughts. It helps you see and focus on the document structure. يعني تركز على، ما تركز على التنسيقات تركز ولا على الصور، تركز على الداتا بس. هي يسموها Outline. هاي Close بطلع منها من هنا، برجع على View. في درافت، درافت كان مسودة، ممكن كان انا بركز لك على الصور كمان تعريفها. درافت فيو شوز تكست فورماتنج بات سمبليفايز ذا لاي اوت اوف ذا بيج سو ذات يو كان تايب اند ايديت كويكلي، ممكن تعدلها بشكل سريع. هذا اللي هون ممكن تعدل عليه، حتى لو انت عامل درافت بيسمح لك تعدل بالكلام موجود، انه معطيك اياه النص فهي زي المسوده. انه showing options في عندك رولر وجايد لاين نافيجيشن بين، كمان ايضا من الاشياء الاساسيه هاي تعتبر. لو حولنا على print out، لو اخترنا هنا في عندك هنا رولر مسطره زي ما حكينا هاي من اول، جريد لاين بعطيك مربعات هون بتساعدك في يعني اذا في اشكال او كذا ممكن تحركها بطريقه ارتب. وكمان نافيجيشن بين بعطيك اياه مشبه شغل الوورد البي دي اف، تصير تقلب الصفحات بالطريقه هذه. اذا كان عندك مجموعه صفحات ممكن يسهل عليك الموضوع هذا هون. الزوم من الاشياء كمان مهمه، كيف تعمل زومينج على الصفحه. مثلا هذه عندك لاحظ الصفحه الى حجم معين، مكتوب عندك هون الحجم 100 110 من الزائد من تحت. كيف اتحكم فيها من هون؟ في عندك 100 بحول لك اياها 100 مباشره، هذا زر اختصار. 1 بيج يعني بيعطيك الصفحه، بيعطيك صفحه واحده بيظهر لك اياها كامله، هي 1 بيج. مالتيبل بيجز بيعطيك مجموعه صفحات. بيج ويث يعني خلي لي على عرض الصفحه. اخترنا زوم من هون بيعطيك خيارات نفس اللي كنا فيه. وفي عندك خيارات اختصارات 200%، وفي اختصار اخر حط الرقم بدك اياه 75، ورقم بدك اياه اللي هون اللي حابب تكبر اكثر. وماني بيجز اذا حبيت تعمل كل الصفحات اللي معك. بالعاده الاسلوب المستخدم عاده بستعمل بيج ويث، هو المستخدم عاده في تعديل الصفحات. يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا.